منظمة تعليمية كويسة. حاليا هنتكلم عن المنظمة التعليمية في مصر، إنه لو في الأساس كويس بتاع التعليم أو من الابتدائي أو من الحضانة أو كده، لو كانت التعليم كويس الطالب حتى ينتهي إلى دراسة الكلية وكده هيطلع كويس وهيكون عنده مهارات، هيكون عنده مهارات وقدراته إنه يشتغل في مجالك، وهيكون عنده القدرة إنه هو يستطيع إنه يكون فيه ولي وضع اجتماعي في المكان أو في البلد أو المكان اللي يعيش فيه.